ما تعطيني تاخذين، ما تاخذين تنطين يعني ما بعرفك شوي. اكيد طب انا ما بعرفك. لا حلو، انا جامد بس يعني جامد يعني ما احس انه عندك هذه الحركات والروح الحلوه، يعني تحس ان انا رخم شويه رسمي بس يعني. يعني هيك بلوك يعني عادي يعني. يعني على فكره يعني انا كده ببقى كده بس وقت العصبيه بس يعني متك متك. لا لا مو لا مو هدره، فهمت قصده ان انا يعني فهمت عليك، مش ظريف، انسان جدي يعني، يعني مش جد كثير. جد انا كده بس في وقت العصبيه بس. انت لا رخمه. انا واحد قال له من هيك اول ما شفتك انا مو حياه الله ما ماني هيك. ما انت اكيد مش كده يعني، بدليل انه بيكلمك دلوقتي يعني. يعني انت اقول لك شنو اول ما شفتها؟ بالله انا بغض النظر عنها، قلت عنها اني انا بحكي شفتني كشكل من برا بلا ما احكي ولا شيء. لا تكلمنا وياك قبل ما احكي. انا عم بقول اوكي تقوم تجيب الاكل نتكلم نتكلم انا نتكلم نتكلم ما بعمل هيك كل شيء ماكو يعني ما لا لا تعطينا تنطين انه ليك شخص راح احكي مرتاح. لا لا حبيبي لا لا بالعكس شونتال انسانه خفيفه الظل. راح اعطي اكزامبل مش عنك. لا لا مو مبين يعني اعطي مش عنك. حلو الاكل مش عم بحكي عنك. صور حدا انت بنت 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 اوكي صور بنت بتجي لعندك اوكي انت ما بتعرفه قاعدين كلكم بقلب في رايحين مخيم يا خيي مخيم كوم مخيم اوكي كوم كوم قول مخيم كامبينج يعني كامبينج. اجت هيك سقبتوا قاعدين حد بعض صرت تحكيك وتقول لك حكي انت ما بتعرفها عم تتغزل فيك يعني بطريقه من الطرق. بنت بتتغزل فيا اوكي يعني انت بتتغزل فيه. جوز يا بلاله انا ما عم بحكي عن مرتضى. انا ما عم بحكي عن مرتضى لحظه عم بعطيك اكزام. انتوا فضحتوا بعضكم على الهوا يعني ايش عادي كملوا. طب انا ما قلت قلت يعني عادي وفيها ايه سرك في اذاعه. هو انت ثانيه واحده ثانيه هو انت بتتغزل في واحده وحشه ما هي اسمها ما شاء الله ما تغزلت والله بس هي فهمتني غلط. خلينا نتكلم على خلاص طفح الكيل. اسمع اسمع يا عم رحت لها قاعدين بحد بعض بالمخيم اللي قالت عليه اللي هو يوم التصوير. صح اول مره اتكلمت معاها برضو كان اول مره التصوير. صح نفس النهار قاعده سويت انا عامله هيك خلاص بعد كشفت الاوراق. مرحبا شنو هذا الكلام؟ قلت لها لا تاخذيني انه انا يعني ابوس لو شنو اي قلم لما تاخذيني انا عم بتطلع عليك كثير هذا الشيء بيزعجك اي لا لا هو صح شيء رخم لكن انا في 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 مفهوم كان يعني غلط يعني انا تخيلتك كده فعلا في الوقت تخيلتك قديم شخص قديم بالضبط تعرف ليش اللي هو يعني انا عارف الناس اللي هم القدام دول بجد بعدين قال لي بعدين بعدين قال لي لانك حلوه ما بقدر اشيل عيوني عنك شيء لا لا بقى قلت لي هيك لا 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 شنطان يبقى هي دي البنت اللي انت كنت بتقول عنها لا والله العظيم لا تعرف شنو انه صح كنت اطلع لها كثير يعني اشوفها جامده وكذا ما تحرك بس يعني كنت خاف الموضوع يزعج يعني كل ما يعني كل ما اشوف تعرف حديث وايه كفي كفي كل ما اشوفني فتقول لي ليك انا حدا كثير صريح نعلت الله عليك اذا الا قالوا الا قالوا قولي قولي لا عمو قولوا سوي لنا شاي يا عمي طب هي تقول بس شو نتفه ما بدنا انا جلاده قوم انت عمول امرأة غير صالحة للزواج أيها الشعب أنا الكريم. لا لست صالحة للزواج أبدا لا ما بعرف لا أطبخ يجي يوم تتمني لا ولا ما يجي يوم تتحسي فيه تقولين يا رب كل ما قلت هذا الكلام بها لا دي إحنا كده بنكذب إحنا كنا قاعدين نجلي أنا وإنتي من بمزح أربع خمس سبعة بقى صارت عم بمزح عم تمزح تعرفون بعرف أعمل كل شيء أنا بس قوم أسوي شاي لا خلينا نشوف أثبتي للجمهور اثبت للجمهور تعرفين تسوي شاي يا عم بعرف شو حتى اسلوب التسخين اللي انت بتسخنه ده عن جد قديم قوي اللي هو اثبت لنا دلوقتي انه اثبتي بس كمان اعمل له شاي شاي انا اعتذر على الاطروحات مالت القديمه اللي ما كنت بعصرك انت 2015 انا اسف زعلت